شفنا عناوين حلقتنا الليله واليوم. اعلنت اللجنه العليا للثروات الطبيعيه والامن الاقتصادي في البحرين عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته باضعاف حقل البحرين، بالاضافه لاكتشاف كميات كبيره ايضا من الغاز العميق. طبعا هذا يعد اكبر اكتشاف في تاريخ البحرين. اول اكتشاف كان في 1932، من بعده طبعا تدشين اول بئر للنفط في المملكه، وسجل امتداد كبير لمسيره الخير والبناء اللي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنميه والتطوير في مملكه البحرين. يا فواز، بالفعل رقية نهضه كبيره كانت طوال هذه السنين الماضيه، وبعد من المتوقع ان شاء الله يا رب ان مسيره التنميه راح تتواصل وبوتيره اسرع. بتكون لنا وقفات هالأسبوع بإذن الله مع هالحدث الكبير اللي بيكون له تأثير قوي في مستقبل البحرين، بس اليوم قررنا نتناوله من جانب جيولوجي بحت مع الخبير بالهندسة الجيولوجية النفطية ومدير الاستكشاف بشركة نفط البحرين بابكم الأستاذ يحيى الأنصاري. مساك الله بالخير أستاذ يحيى. مسيكم بالنور والسرور وشكرا على الاستضافة أستاذ يحيى. نعم، أحب بس في البداية قبل أن نبتدي، تفضل. أحب هذه المناسبة للإنجاز التاريخي ذي والاكتشاف النفطي للحقل، وإحنا سميناه حقل خليج البحرين، أني أتقدم بخالص التهنئة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. وأبارك لكم والشعب البحرين هاي الإنجاز التاريخي. نعم أستاذ يحيى، كونك متخصص بالشأن الجيولوجي والنفطي، شلون تفسر التحليل العلمي لاكتشاف هذا الحقل النفطي الضخم اللي يعتبر أول اكتشاف لمملكة البحرين من ثلاثينيات القرن الماضي؟ طبعا هاي نتيجة حق جهود مستمرة ومتواصلة، بدأت بتوجيهات سامية لتكثيف الجهود في العمليات الاستكشافية وضرورة التنقيب والبحث عن موارد نفطية جديدة. طبعا تبعت هذه التوجيهات صار في وضع استراتيجيات وخطط عمل من قبل اللجنة العليا للثروات، وكان سمو العهد طبعا كان يتابعنا متابعة مستمرة لتنفيذ هذه العمليات. كان نتيجة هذه التوجيهات طبعا صار في تكثيف حق عدد من الأنشطة مثل مسوحات جيولوجية بحرية وجوية ومعالجة معلومات ناتجة عن حفر آبار قديمة أو مسوحات سابقة، وقمنا بمسوحات جديدة طبعا، وصار في إعداد في فترة وجيزة صراحة، يمكن آخر سنتين كانت فترة مكثفة جدا، صار الإعداد حق حفر أول بئر في البحر حفرت شركة نفط البحرين بابكو طبعا بالتنسيق والتوجيه من هيئة النفط والغاز، وحفرنا هذه أول بئر من نوعه، يعتبر الأول من نوعه حتى عالميا. يعني عالميا نعم، الحفر للنفط الصخري المتواجد عالميا واللي ينتجون منه حاليا هي كلها في مناطق يابسة، يعني في شمال أمريكا أو في كندا، كلها في مناطق اليابسه. احنا يمكن اول ناس نحفر في البحر حق نفس النوع من الحقول اللي هي ثمن النفط الصخري. هاي طبعا النوع من النفط استخراجه يحتاج تقنيه معقده شوي وتكلفته تكون اعلى، ولكن الحمد لله نجحنا ان احنا نحفر هذا البئر حفر افقي طبعا، وفي شيء يسمونه الهيدروليك فراكينج او التكسير الهيدروليكي المتكرر. هذه طبعا هو اول مره ان شركه تحفر في البحر، والحمد لله نتيجه هذا الاول بئر اللي حفرناه كانت نتيجه جدا ايجابيه، وفعلا انتجنا نفط خفيف وغاز ايضا من نفس المنطقه، وكان هذا هو الاكتشاف. نعم استاذ يحيى، يعني بهذه الانجاز العالمي هل تشوف ان البيئه والارض اللي تتكون منها البحرين ممكن ان احنا نتفاجئ بعد باكتشافات في مناطق جديده من النفط والغاز والموارد الطبيعيه خلال الفتره الجايه؟ ان شاء الله اكيد، يعني مثل ما صرح معالي وزير النفط ان باذن الله السنه دي 2018 في اشياء كثيره ان شاء الله راح يعني نشوف نتائج يعني
المجهود اللي صار في الفتره الاخيره. اكيد المناطق البحريه احنا موجوده عندنا هي حاطين لها يعني الاولويه، والمنطقه هنا بالعكس اذا يعني اذا نلاحظ ان احنا في منطقه يمكن من اكثر مناطق العالم فيها حقول نفط وحقول عالميه من ناحيه الحجم، مثل حقل غوار وعزة وحقل البحرين، هاي من اكثر الحقول يعني اللي انعرفت واكتشفوها من فتره بعيده يعني. نعم. في المنطقة عندنا احنا بالعكس الامل موجود، شواهد موجودة من خلال بعض المساحات اللي احنا عملناها، وباذن الله ان شاء الله بعد تكون في اخبار جيدة باذن الله خلال السنة ان شاء الله. طبعا الامل موجود والشواهد، وايضا في كثير من الناس الان تنتظر تعرف شنو هو تاثير اكتشاف مثل هذا الحقل الصخري الجديد وكميات الغاز هذه الكبيره اللي طبعا راح يتم استخراجها على الوضع الاقتصادي، وشلون ممكن من خلال هذا الاكتشاف نساهم في رفض قدرات مملكه البحرين التنافسيه ومبادراتها في التنميه المستدامه اللي تنتهجها البحرين ان شاء الله. وهي طبعا اكيد ان شيء مثل هذا يعني مثل هذا المورد اللي تم اكتشافه بيكون له تأثير جدا كبير. احنا نلاحظ مثلا اكتشاف حقل البحرين اللي صار في 1932 وما زلنا ننتج منه لليوم. صحيح. فاحنا قاعدين ننظر الى شيء مشابه اذا مش اكبر، اللي المفروض ان شاء الله يكون له تأثير جدا ايجابي. الجهود اللي انحطت والفريق الفني حصلوا دعم يعني كبير جدا من القيادة ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد. مجهود معالي وزير النفط معانا كان يعني في أدق التفاصيل وفي عمليات التنفيذ نفسها والتقييم، كان في ثقة كبيرة انعطت حق الفريق الفني في دائرة الاستكشاف. هذه كلها عوامل أدت كنتيجة طبيعية هو الاكتشاف هذا. الحمد لله. الحمد لله. طبعا هذه جهود جميلة أكيد يشكر عليها جميع ذوي الاختصاص والجهات المعنية، لكن يعني السؤال الأخير أستاذ يحيى بيكون شنو هي الخطوات الجاية عشان فعلا يكون هذه الحقل مساهم بمساهمات قيمة وملموسة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير لتناسب الطبيعة الجيولوجية للموقع؟ التوجيهات اللي موجودة حاليا هي أن احنا إن شاء الله حين نعمل على تقييم وتحديد الكميات القابلة للاستخراج. هذه طبعا مرحلة جدا مهمة. في خطط حق حفر السنة في نفس الحقل، حفر وإنتاج بحيث أن احنا نقيم الكميات القابلة للاستخراج. وطبعا على تواصل مستمر حاليا احنا مع شركات عالمية، شركات نفط عالمية. طبعا اكتشاف مثل ذي يخلي الشركات هذه العالمية تبتدي ترغب في التواصل والبحث طرق التعاون والاستثمار. هذه كلها بتساهم ان شاء الله ان احنا نحط خطط لتطوير هذه الحقل باذن الله في اسرع وقت ممكن. ان شاء الله. يعطيكم العافيه، كل الشكر والتقدير لخبير الهندسه الجيولوجيه النفطيه ومدير الاستكشاف بشركه نفط البحرين بوبكو الاستاذ يحيى الانصاري، شكرا على هذه المداخله.